طول عمرنا بنسمع ان التعبان بتبيض مش بتولد، بس لا، في تصنيف رئيسي كامل معتمد ان التعابين اللي فيه بتولد مش بتبيض. البقر هي عيلة كبيرة جدا وفيها انواع كتير، من البوا كونستريكتور والرينبو باوا والاناكوندا، كمان بتصنف انها باوا. حتى احنا كمان عندنا في مصر نوعين من البواد، وهو اسمهم الشائع الدساس البلدي والدساس الصعيدي، بس اللي هنتكلم عنه النهارده هو فرد واحد من عيلة البوا كونستريكتور. والبوا كونستريكتور زي ما سمعت كده هي عيلة مش نوع، والعيلة دي بتضم أنواع كتير زي البوا إمبراطور والريد تيل بوا والبروفيان لونج تيل بوا. واللي معانا النهارده هنتكلم عنه هو البوا إمبراطور، وهي أكتر بوا منتشرة بين الهواة، لأن سعرها مقارنة ببقية الأنواع يعتبر بسيط. ومن نقشتها أنت ممكن تحس إن هو تعبان خطر، بس بالعكس هو تعبان أليف جدا ومن أحسن الحاجات اللي ممكن تربيها في البيت. والبور من الأصولات اللي أنت لو حابب تربي تعبان في البيت يكون كبير بس ما يكبرش شبه البرمية أو الشبكية. البور آخرها لحد 3 متر تقريبا، والبوا من التعابين الشبه شجرية، وتعبان بيتسلق وشبه استوائي. التعبان ده بيحتاج رطوبة عالية ما تقلش عن 70%، وتعبان زي ده النتاج تبلغ فيه على سن 2.5 سنين والذكر على سن 1.5 سنة. بس المفرخين عموما وقت ما بيحبوا يفرخوا ما يحبوش يجوزوا الحاجة أول ما تبلغ على طول، يعني مثلا يحبوا يسيبوها 1 أو 2 سنين بعد البلوغ، يأكلوها كويس ويهتموا بيها بحيث إن هي الحاجة تكبر وقت ما تيجي تولد ويكون أعصابها قوية، وبرضو عدد المواليد بتاعها يكون زيادة، يعني ما يتجوزش حاجة صغيرة يكون عدد المواليد قليل، لأن البوا وقت ما بتيجي تولد بتولد من 10 لحد 50 تقريبا، في حاجات بتعدي كمان 50. وقت ما بتيجي تولد بتولد من 25 لحد 45 سنتي الأصلة. وللعلم احنا عمالين نقول بتولد، هي مش بتولد بالمعنى الحرفي، هي بيبقى البيض في جسمها جوه وبتعمل عملية تحضين جوه جسمها، مش بتبيض زي الأصلات البرومية أو الشبكية واحنا بنحتفظ بالبيض بره، هي بتحتفظ بالبيض جوه جسمها، والبيض بيتحضن وبيخرج لنا على هيئة أصلة كاملة النمو. والبو إمبراطور بتبقى موجودة في أمريكا الوسطى في الغابات الاستوائية. وهنتكلم عن تغذية الأصلة. الأصلة زي ما قلنا إنها أصلة شجرية، فبتحب التسلق، فأكتر فريسة بتحب تاكلها في الطبيعة هي الطيور. بس في الأسر الهوط بنعملها غذاء متكامل من القوارض ومن الطيور عشان نضمن ليها صحة كويسة ويكون غذاء متكامل. آخر حاجة هنتكلم عنها هو عمر الأسرة، هي معمرة معاك، هي ممكن توصل معاك لحد 30 سنة، وفي حاجات كسرت الرقم ده، دي بتكون حالات فردية.